بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الثالثة من آيات الصيام، حيث قال جل وعلا في أولها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هاتان الآيتان والآية الثالثة هي التي معنا قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان، هذه بدل من قوله أياما معدودات. أياما معدودات جعلها جل وعلا هي شهر رمضان، وشهر سمي شهر اشتهاره وظهوره وبيانه، ورمضان لأن العرب لما نقلوه من الأسماء القديمة صادف شهر رمضان هذا في وقت الحر، فقالوا رمضان. ولما سمي رمضان؟ سمي لأنه يرمض الذنوب فيزيلها عن العبد، فيخرج رمضان وقد خرج من ذنوبه بعض الناس كيوم ولدته أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: آمين. لما قال آمين على المنبر وهم لا يرون ما أحدا ولا يسمعون أحدا يخاطبه، قالوا: ما قولك يا رسول الله؟ آمين. قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فحري بمن أدرك رمضان أن يخرج بإذن الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
هذا سبب تسميته وقيل غير ذلك. هدى للناس، هدى بيان وإيضاح ودلالة وتوفيق لمن وفقه الله جل وعلا. فالهدى يطلق على الدلالة والإيضاح والبيان، ويطلق على التوفيق والإلهام. فما كان من قبل الله جل وعلا فيقال له التوفيق والإلهام. لا أحد يستطيع أن يهدي أحد، وما كان من قبل المخلوق كالرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله على بصيرة، يقال لهم هدى من حيث الدلالة والإرشاد. وقد جاء اسم الهدى في القرآن أكثر من مرة، جاء بمعنى إنك لا تهدي من أحببت، وجاء بمعنى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف هذا؟ مرة تأتي الآية بإثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله، ومرة تأتي بنفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك؟ الجواب أن ما كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له هداية دلالة وإرشاد وبيان وإيضاح، فإنه يهدي يدل ويرشد ويبين للناس دينهم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ما كان في معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت، لما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب ولح عليه وعزم عليه قيل ولم يستجب، قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب وحرص على هداية أبي طالب، لكن الله جل وعلا لم يهده لذلك، فما استطاع أن يهديه بالتوفيق والإلهام، وإنما دله وأرشده فلم يقبل. هدى للناس، هدى قال للناس ولم يقل للمؤمنين، هدى لكل أحد. ففي القرآن دلالة وإرشاد لكل إنسان عاقل جني أو إنسي، لهم الدلالة ولهم الهداية، لكن الهداية قد يختص بها بعضهم دون بعض. فمن كان تقيا واهتدى إلى الصراط المستقيم فهذا حصل عليه من القرآن الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وحصل له التوفيق والإلهام. وأما من لم يهتدي ولم يرفع بذلك رأسا فهذا قامت عليه الحجة بالدلالة والإرشاد ورفض ذلك. فرق بين العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وبين أبي لهب، هما أخوان سوا سوا، لكن أحدهما الأول اهتدى فاستجاب لنداء الله ونداء رسوله رضي الله عنه، والآخر ضل عن الصراط المستقيم ولم يستجب. وكلهم دلوا وهدوا، دلوا دلالة إرشاد
والتوفيق لم يحصل إلا للأول منهما، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات دلالات بينة واضحة لمن وفقه الله جل وعلا. فمن اهتدى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استقام على الحق وقام عليه، وأتاه البيان والإرشاد منه صلى الله عليه وسلم فاهتدى فوفقه الله جل وعلا لسلوك الصراط المستقيم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان ما يفرق الله به بين الحق والباطل، ما يفرق الله به بين الحلال والحرام. فالطاعة الله جل وعلا تختلف عن الشرك بالله، والطاعة هدى ودلالة وإرشاد وتوفيق وإلهام، والضلال وعدم الاستقامة والشرك بالله هلاك وعذاب. والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد يعني كان حاضر وقت دخول الشهر فليصم. هذه نسخ للآية السابقة التي فيها الخيار بين الصيام وبين الإطعام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، حذر كان حاضرا وقت دخول شهر رمضان فعليه أن يصومه، إذا كان حاضرا غير مريض ومكلف وسميع بصير فعليه أن يصومه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر بالصيام حتما لا يجوز الفدية في ذلك. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه لم تنسخ من الآية الأولى، هذه باقية، بقيت من الأولى وبقيت وضحت في الثانية، يعني أن الله جل وعلا أقر المريض والمسافر بالفطر بخلاف الآية الأولى، أيام معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، خيار، على الذين يطيقونه فدية، يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. أما هذه الآية فنسخت الإطعام فقالت فعد فليصمه، إن كان من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر قدر الأيام التي أفطرها، ليس عليه أن يستأنف شهر رمضان من أوله، وليس عليه أن يصوم زيادة على ما أفطر، وإنما يصوم بقدر ما أفطره. فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعدة من أيام أخر، هل يلزم فيها التوالي والتتابع الأيام؟ لا يا أخي، ما يلزم، لأن الله جل وعلا أوجب عدد الأيام ولم يقل سبحانه وتعالى بالمتابعة بينها، بل جعلها للعبد. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأنها رضي الله عنها كانت مهيئة نفسها في أي ساعة وفي أي وقت
يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فتستجيب لندائه. قد يقول قائل: أليس النبي يصوم بعض الأيام؟ يقول: بلى يصوم بعض الأيام، لكنها لا تدري عنه، فقد يطلبها وهو في صوم تطوع، فيجوز للمسلم أن يطلب أهله في صوم تطوع، فهي ما تحب إذا دعاها أن تقول: إني صائمة. فعدة من أيام أخر لا يلزم فيها التتابع، يعني إذا صام يوماً وأفطر 5 أيام أو 10 أيام صح له ذلك، ثم صام ما شاء فلا يلزم التتابع. وقال بعض العلماء: يلزمه التتابع، وهذا قول مرجوح. عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله، على إثبات صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي الإرادة، أن الله جل وعلا يريد إرادة حقيقية. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. يريد الله بكم اليسر، يريد الله جل وعلا اليسر للعباد كلهم. الإرادة الدينية الشرعية هي الموافقة للمحبة، والإرادة الكونية القدرية هي الموافقة للمشيئة. فمشيئة الله جل وعلا قد تحصل وتنفذ، وقد لا. مشيئة الله جل وعلا ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن، فلا بد أن تقع المشيئة التي شاءها الله جل وعلا. لكن المحبة قد تقع وقد لا تقع. الله جل وعلا يحب من عباده أن يطيعوه، لكن الكثير منهم يعصي الله جل وعلا. فالإرادة قد تكون مرادفة للمشيئة، شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وقد تكون مرادفة للمحبة، ما أحبه الله جل وعلا لا بد وأن يقع، وما أحبه الله جل وعلا قد يقع وقد لا يقع. فالله يحب من عباده أن يؤمنوا، الله جل وعلا يحب من عباده كلهم أن يؤمنوا، لكن بعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن. والله جل وعلا إذا شاء شيئا لا بد وأن يقع. المشيئة المرادفة للإرادة الكونية القدرية قد لا بد أن تقع. ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. قد نقول مقال مثلا: هل شاء الله كفر الكافر؟ نعم، ما في الكون شيء إلا وقد شاءه جل وعلا، شاء. لكن هل أحبه؟ لا. هل أراده إرادة دينية شرعية؟ لا، لم يرده. هل أراده إرادة كونية قدرية؟ نعم، ما أراد الله كونا وقدرا لا بد وأن يقع. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد بكم اليسر، اليسر السهولة والشيء السهل واليمتيسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر. اليسر، اليسر ممدوح، نعم، اليد اليسرى ممدوحة تمدح قبل المنى، لا، وإنما سمي اليسرى اليسرى تفاؤلا، تفاؤلا بأنها تكون مساعدة لليمنى، وإلا فاليد اليسرى غير ممدوحة. يريد الله بكم اليسرى، اليسر سميت اليد اليسرى يسرى تفاؤلا، ولا يريد بكم العسرى، لا يريد لكم المشقة. وهذه ما هي؟ إرادة دينية شرعية. يريد الله جل وعلا للعباد كلهم أن يطيعوه ولا يعصوه، لكن بعضهم أطاع وبعضهم عصى. ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة، هذه نعمة من الله جل وعلا. ما قال جل وعلا يصومه الحاضر والمسافر، لا، ولا يسقط الصوم عن المسافر لكونه مسافر، ولم يجعل الله جل وعلا أيام الصيام أياما معدودة ما تتقدم ولا تأخر. فمن لطف الله جل وعلا بعباده أن يسر لهم في حال السفر وفي حال المرض القضاء، هذه نعمة من الله جل وعلا. لو كان الإنسان إذا مرض في رمضان فاته فضل رمضان، ما يفوته بإذن الله، أو إذا سافر فاته فضل رمضان، ما يفوته بإذن الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة، ولتكملوا العدة، تصوموا بعدد رمضان سواء كان رمضان 29 يوما أو 30 يوما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، عدة رمضان، لأن رمضان فيه فضل عظيم وصيامه فيه ثواب جزيل، فلم يفوته جل وعلا على المسافر ولا على المريض. ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكثروا من ذكر الله وتكبيره وحمده والثناء عليه بما هو أهله. وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا انتهى من عبادته أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو المتفضل على عبده بهذه العبادة. وقد ذكر الله جل وعلا ذكره والثناء عليه بعد رمضان وبعد الحج وبعد الصلاة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع الذكر. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه صغير السن، وكان يلعب بالشارع بالسوق، فكان يعرف أن صلاة رسول الله انقضت لما يسمع الذكر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحمد كل شيء قدير. وهكذا فينبغي للإنسان يكثر من ذكر الله عند الفراغ من العبادة، عند الفراغ من الصلاة يكثر من ذكر الله، عند الفراغ من الحج يكثر من ذكر الله، عند الفراغ من صيام رمضان يكثر من ذكر الله جل وعلا، لأنه هو الذي تفضل على عبده بالقيام بهذه العبادة. ولولا فضله سبحانه ما استطاع العبد أن يقوم بشيء من ذلك. ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير جاء فيه الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو كبر بغير هذا اللفظ لصح،
لكن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من التكبير بعد فراغه من أي عبادة عليه الصلاة والسلام. يستحب للعبد أن يذكر الله جل وعلا، وكان السلف رضي الله عنهم يبدأون بالذكر عندما يرى هلال شوال. إذا ثبتت رؤية هلال شوال بدأ يذكر الله جل وعلا ليلة العيد وفجر العيد وصباح العيد حتى ينتهي من صلاة العيد. ولعلكم تشكرون، إذا قمتم بهذا تكونوا قد شكرتم نعمة ربكم وحمدتموه وأثنيتم عليه بما هو أهله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بداية القرآن نزوله في شهر رمضان في ليلة القدر، كما جاء في الحديث أن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان، والتوراة أنزلت لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. ثم أنزل القرآن فيه قولان: هل نزل دفعة واحدة؟ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السماء الدنيا بيت العزة، ثم بدأ ينزل بتوفيق الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا لجبريل ينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أم هو ينزل من عند الله جل وعلا من أول وهلة عندما يأمر الله جبريل عليه السلام بأن ينزل بالآية التي يريدها الله جل وعلا حكما شرعيا أو جوابا لكفار قريش أو غير ذلك من الأمور؟ وقد قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر وليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة في رمضان تعادل ألف شهر في غير ليلة القدر، ما فيها ليلة القدر. هذه نعمة من الله جل وعلا تفضل الله جل وعلا بها على عباده. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر أعمار أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك، فأعمارهم قصيرة. ونوح عليه السلام كما هو معلوم بنص القرآن مضى لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله، وكم عمره قبل النبوة والبعث؟ يقال 300 سنة ويزيد، وعمره بعدها مثلها بعدما أهلك الله جل وعلا الكفرة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني عمره في حدود 1500 أو 600 سنة عليه السلام، هذا عمر نوح. ويروى أنه رؤيت امرأة تصيح عند قبر، فجاء لها رجل تقي فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، من هذا الميت؟ قالت: اذهب عني فإنك لم تصب من مصيبتي. قال: من هذا؟ قالت: هذا ابني اخترم في ريعان شبابه. كم عمره؟
350 سنة ماله إلا 350 سنة بس. فأعمار الأمم الماضية طويلة تطول ويجتهدون في العمل. ولما قيل لأحدهم إن أناسا سيأتون أعمارهم ما بين 60 و70 قال لو علمت أن عمري 60 سنة لأمضيتها في سجدة واحدة. ما تسوى 60 سنة وشي قليلة. فالله جل وعلا جاد على هذه الأمة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة القدر التي هي خير من 1000 سنة ليس في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دفعة واحدة. أما القرآن فأنزله الله جل وعلا كما قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني إذا جاء اعتراض من الكفار أو استدعى الأمر إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو التخفيف عن هذه الأمة أو بلاغ من الله جل وعلا لعباده بحكم شرعي كما قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول المرأة التي جاءت تشتكي زوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنه حمقي وسريع الغضب وإنه قال لي إنك علي كظهر أمي، فذهبت تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا حرمت علي. قام قال هذا الكلام هو اللي قاله: إلا حرمت علي، لأن الظهار معروف في الجاهلية أنه ما في كفارة ولا في تراجع. قالت: يا رسول الله، معي صبية إن ذهبت بهم يا أهلي جاعوا ماتوا من الجوع، وإن تركتهم عنده ضاعوا، هو شايب تعبان بعد، وين أخليهم وين أروح بهم؟ ما يصلح إلا أمهم وأبوهم لهم. وهذا مساوئ الطلاق، إن الطلاق يحصل بين الأبوين فهم يفارق أحدهم الآخر، لكن الضحية الأولاد. ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله جل وعلا. لا ينبغي للرجل أن يطلق إلا عند الضرورة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحال وقالت: يا رسول الله، ماذا أصنع؟ التمس للفرج. فأنزل الله جل وعلا وهي لا تزال عنده جالسة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم أنزل الله جل وعلا: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إلى آخر الآيات التي فيها كفارة الظهار. وقال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. قال: إننا خاف يفرط علينا ويطغى. يخافون موسى وهارون عليهم السلام من سطوة فرعون، وقد تكون سطوته بالإشارة وقد تكون سطوته بالكلام. فقال جل وعلا: إنني معكما أسمع الكلام وأرى الإشارة، يعني لا تخافا. الله جل وعلا حاط بكل شيء علما. وهذا في الحال، تقول عائشة رضي الله عنها: كانت خولة تشتكي الحال النبي صلى الله عليه وسلم،
وأنا معهم في الحجرة، حجرة عائشة، وإنه يخفى علي بعض كلامها، والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. ولما جاءت تشتكي الحال بعد هذا بعد فترة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوقفته قبل الصلاة وحان وقت الصلاة فتأخر والناس وراءه ينتظرونه، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس من أجل هذه المرأة؟ لو وعدت في مكان آخر أو كذا أو كذا. فقال رضي الله عنه: ألا يسمعها عمر وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات؟ هذه خولة التي قال الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله لو وقفت معي إلى المغرب لوقفت، أذهب أصلي وارجع، ما أترك أبد، والله جل وعلا قد سمع كلامها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون أهل الفضل. فالله جل وعلا ميز هذا القرآن بأن جعله بالمناسبات، كلما حان وقت شيء أنزله، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل براءتها مما نسب إليها المنافقون: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لهم، لكم من لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. قالت: ما كنت أشعر بنفسي أني أستحق أن يتلى علي في قرآن، ما كنت أتوقع أن الله ينزل في قرآن، أو توقع عن البراءة من الله جل وعلا، إما أن يرى الرسول رؤيا أو يأتيه جبريل بكلام من عنده أو نحو ذلك يبرئني الله به، وإلا أنا بريئة أعرف نفسي. لكن ما كنت أتوقع حتى نزل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالله جل وعلا مطلع على أحوال عباده يجيبهم إذا سألوه. قال بعض العلماء: إن هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إنها ليست ناسخة لتلك الآية السابقة. قال: الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: الذين يطيقونه المراد بهم العجزة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام فيجب عليهما الإطعام. والصحيح أنها ناسخة، وبقي حكم الكبير من الرجال والنساء أنه باق عليه الإطعام، عدة من فليطعم عن كل يوم مسكينا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد والمغفرة، فحصل طول العمر، زاد عمره على المئة رضي الله عنه. كان حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، صغير، وبقي رضي الله عنه حتى أدرك الحجاج، وشكى الحجاج عدة مرات على عبد الملك بن مروان رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، فزاد عمره عن المئة، فكان بعد تمام المئة لا يستطيع أن يصوم، مع أنه قادر في فكره وذهنه وحضوره رضي الله عنه، كان يحدث ويعلم ويرفق الناس. فكان إذا دخل رمضان صنع قصعة من ثريد ودعا لها 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر. هذا الحكم باقي لمن لا يستطيع الصيام، ويلحق بهذا المرأة الحامل والمرضع، إذا لم تستطع الصيام فلها أن تطعم
وتقضي من أيام وتؤخذ للصيام وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا يسقط عنها الصيام. وفي قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أخذ من هذا بعض العلماء قالوا من هل عليه رمضان وهو مقيم فيجب عليه أن يصوم الشهر كاملا ولو سافر، ومن هل عليه رمضان وهو مسافر فله أن يفطر. والقول الأول هذا ضعيف جدا لأنه محجوج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل عليه رمضان وهو بالمدينة ثم خرج لفتح مكة في رمضان وأفطر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، وأفطر معه الصحابة رضي الله عنهم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي هل عليه الشهر وهو مقيم فعليه أن يصوم، وأما إذا سافر في أثناء الشهر فلا بأس عليه أن يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح.